أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد أن مملكة البحرين ماضية في نهجها المتمثل في حماية الحريات الدينية وقيم مبادئ التعددية الثقافية التي رسخها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونوى سمو حفظه الله بأن مملكة البحرين سوف تظل منارة للتعايش والسلام ونموذج يحتذى به في بناء المجتمعات ونهضتها، مشيرا سموه إلى ما تتمتع به المملكة من سمعة طيبة جعلها محل إشادة وتقدير تعكس التعاليم الإسلامية الحنيفة وبعده الإنساني في احترام الأديان والتعايش. لافتا سموه إلى أن القيم الأصيلة التي نشأ عليها أبناء البحرين شكلت روح المجتمع وصاغت رؤيته التي عززت من التقارب الإنساني والثقافي بين أفراد المجتمع وتحصينه من التطرف، معربا سموه عن اعتزازه باحتضان مملكة البحرين لمثل هذا التنوع. جاء ذلك لدى زيارة السمو حفظه الله يرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة إلى أسر ماليجمان وباتيا وأسار بوتا وكيولرام وفايديا وكافالاني بمناسبة الديوالي ورأس السنة الهندية، حيث أشاد سموه بدور الذي تقوم به هذه الأسر وإسهاماتها في نهضة المجتمع التنموية. وأضاف سموه أنه ضمن سير المملكة على هذا النهج فإنها تشارك الجالية الهندية احتفالها بأعيادها تقديرا لدورها وإسهامها في حركة البناء والتطوير. من جانبها عربت الأسر التي التقاها سموه عن ترحيبها بالزيارة مشيدا بما عبر عنه سموه من مشاركة طيبة جسدت القيم النبيلة للمجتمع البحريني.